بيحتوي على أكثر من 250 عنصر من المركبات، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية. بصراحة هو ثروة استثنائية لتوازن جسم الإنسان. يا ترى مين هو ده؟ بيقولوا عليه ألوفيرا، بيسموه الصبر، بيسموه الصبار، بيسموه الصبرة، بيسموه الصبار الحقيقي، بيسموه كمان نبات الخلود، بيسموه المعجزة الطبية. مين ده؟ أكيد اتعرفتوا عليه وعرفتوا من شكله، نبات الألوفيرا. ما تيجي نتعرف عليه؟ يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شاهدينا في باقي الأفكار، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة معدنا مع النبات الألوفيرا، نبات الصبار زي ما قلنا، وده نبات يستحق ان احنا نسميه النبات العجيب. ليه؟ لأنه بينمو في المناطق الساحلية والمناطق الجافة والمناطق الرطبة والمناطق الصحراوية، وعشان كده أثار اهتمام كل العلماء وخاصة العاملين بمجال الطب والصيدلة، وأبهرهم وما زال يبهرهم بفوائده ومكوناته العجيبة اللي ما زلنا بنكتشف فيها أو بيكتشفها العلم، لدرجة أنه بقى مادة استثمار كبيرة جدا لبعض الشركات المتخصصة في مجال الصحة والجمال. مش بس كده، ده كمان دخل في الصناعات الغذائية. استخدموا الفراعنة والرومان والعرب كعشبة طبية لعلاج العديد من الأمراض، واستعملوه أكتر في الحضارات القديمة، وموجود بجوار الأهرامات في الجيزة من قبل قدماء المصريين لتقديسهم له ومعرفتهم بفوائده ومكنونات أسراره. النهاردة احنا عايزين نتعرف على الشكل المورفولوجي للنبات، يلا بينا نتعرف عليه أكتر. إذا ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نتعرف عليه. الصبار نبات معمر عصاري بيتبع أو بينتمي لفصيلة الزنبقيات. أوراقه زي ما احنا شايفينها ملساء ذات مسميات مغلقة، حواف منشارية مسننة حادة مغطاة زي ما قلت بطبقة شمعية بيضاء، وأزهاره لونها أصفر مائلة إلى اللون البرتقالي بعد وصولها إلى مرحلة معينة من النضج، مرتبة على الساق الطويلة بشكل متبادل. ده شكل الأزهار اهي متبادلة. طول الزهيرة الواحدة هنا حوالي 2 لـ3 سنتيمتر. أما جذور النبات فهي قصيرة وسطحية، والساق برضو مش طويلة، قاعدية بتترتب عليها الأوراق الشحمية. والنبات بينتج عدد كبير جدا من الخلفات زي ما احنا شايفين كده، الخلفات الصغيرة عدد كبير، وأنا بحاول أعمل لها إزالة وإعادة زراعة في أماكن أخرى أو في أسس أخرى علشان أحافظ على نمو النبات الواحد، بحيث يبقى نموه قوي ومتميز وأقدر أخد منه أوراق عصارية لحمية بالشكل اللي احنا شايفينه دي. تحتوي فيها على كمية كبيرة جدا من المادة الهلامية الموجودة في الورقة اللي أنا هستخدمها بعد كده كجل لعلاج الشعر البشرة. والمهم جدا في الصبار ده ان هو بيغذي جذور الشعر بالدم، دي اهم حاجة فيه. انا هسيب لكم كل الفوائد استخداماته سواء للبشرة او للشعر في صندوق الوصف. اتمنى انكم انتم تستفيدوا منها وتطبقوها وتعرفوا ازاي احنا نستفيد بيها. أوراق نبات الصبار قاعدية رمحية الشكل على شكل باقة رمحية، تشكل من أعلى كده شكل الوردة لو احنا أخدنا مسقط كده أفقي للنبات. الأوراق لحمية
سميكة اهي، الحافة الورقة من شعرية عليها اشواك من الجانبين، وعليها طبقة شمعية بيضاء اهي. لو احنا بصينا في السطح السفلي للورقة عليها شمع ابيض، مسام الورقة مغلقة، وده اللي بيخليها تختزن الماء وتحتفظ بيه، وفي نفس الوقت هي بتمتص بيها الندى او الرطوبة من الجو، وده اللي بيخليها تتحمل العطش لفترات طويلة دون ريها. كل نبات من الصبار بيحتوي على عدد من الأوراق من حوالي 15 إلى 20 ورقة أو أكثر حسب عمر النبات. لو احنا عدينا اللي هنا هنشوفهم هنلاقيهم كم ورقة. بالأوراق القديمة اللي اتقطعت هنلاقيهم حوالي 26 ورقة في النبات الواحد. طول ورقة الصبار من القاعدة حتى نهاية الورقة أو قمة الورقة هنشوفه مع بعض أهو، هيوصل حوالي 57 سنتي، ده طول الورقة الواحدة. هنشوف كمان العرض الورقة، عرض الورقة حوالي 9 سنتي. طبعا النبات متغذي وحجم القصيص اللي هو فيه عبارة عن برميل كبير، فده مديله النمو الغزير القوي ده، غير انه هو كمان في مكان نصف مظلل او نصف مشمس. الشمراخ الزهري لنبات الصبار عبارة عن ساق طويلة مفردة او متفرعة زي اللي احنا شايفينها دي اهي، بيوصل طولها لأكثر من 90 سنتي، بتحمل الأزهار من أعلى هنا طولها حوالي 88 سنتي. تمام، ده طول الشمراخ الزهري. الأزهار اللي احنا شايفينها دي عبارة كلها عن زهرة واحدة بتتكون من تويجات أنبوبية الشكل، في البداية بيبقى لونها أخضر، التفتح فيها بيبقى من أسفل إلى أعلى، شايفين أهو النمو بيبتدي تحت اكبر، كل ما فوق اطلع كده بيبقى صغير لانه لسه مكبرش في الحجم اهو. ادي الفرع الثاني اهو اهو، التفتح بيبقى من اسفل الى اعلى، بعد ما بيكبر في الحجم بياخد لون اصفر يميل الى الاورنج، وهنشوف ده في نبات تاني لان ده لسه برعم زهري او براعم زهرية حديثة. هنشوف برعم تم نضجه وابتدى تذبل فيه الأزهار. ده شكل الحامل الزهري أو الشمراخ الزهري، والمرصوص عليه ده الأزهار أو الزهيرات الصغيرة أنبوبية الشكل أهو، لونها أصفر بيميل إلى البرتقالي حسب حالة النضج والتقدم في العمر. في الأول بتكون لونها أخضر زي ما شفنا، دلوقتي دي أزهار ناضجة، اللي تحت خالص تم فيها التلقيح والإخصاب وبدأت تذبل أهي، واللي فوق لسه ما تفتحتش، تتفتح بالتدريج لغاية ما نوصل لآخر زهرة تعقد وتدينا الثمار اللي داخلها البذور. يلا بينا نشوف واحدة منهم تركيبها ايه. ده الشمراخ الزهري لنبات الصبار، هنشوف عليه حراشيف صغيرة عبارة عن وريقات كده، وبعد كده هنبتدي صفوف الأزهار تبدأ عندنا شكلها يبان اهي. طبعا تفتح الأزهار ده بيكون من أسفل إلى أعلى، ونموها نفس الكلام، يعني كل ما أطلع لفوق ألاقي زهيرات صغيرة حديثة النمو
تحت زهيرات مسنة. الزهرة الواحدة أنبوبية الشكل، طولها كده من 2 لـ3 سنتي. هناخد واحدة ونشوفها مع بعض. اهي اخد واحدة مغلقة. هنفتحها كده مع بعض. اول حاجة هنلاقي الكأس بتاع الزهرة اهو، ده اهي ده كأس الزهرة. السبلات اهم 3 4 5 6 اهي. بعد كده من الداخل هنشوف الطلع اهو، فيه 6 أزدية واضحين جدا اهو. بعد كده في النص ده الميسم او المتاع، يعني الزهرة دي زهرة خنسة بتحمل اعضاء التسكير والتأنيث مع بعض. يبقى انا عندي فيها 6 أزدية اهو اهو. السودان الواحدة بتكون من ساق صغيرة ومتك فوق اهو، وبعد كده الميسم او المتاع اهو. كمان نفتح شوية اهو، ادي المبيض. دي ازهار الالوفيرا، هنفتح واحدة كده ونشوفها. هي زهرة خنسة بتحمل اعضاء التسكير والتأنيث مع بعض. الكأس بتاع الزهرة ملتحم من اعلى اهو، دي السبلات اللي لونها اصفر دي اللي بتتقشر اهي. بعد كده ابتدي يظهر الاعضاء الجنسية في الزهرة، هنشوف اهو. ده الطلع بيتكون من 6 أزدية اهو، واللي في النص الخيط الرفيع قوي ده، ده القلم اللي خارج من المبيض. هنشوف المبيض كده من تحت مع بعض اهو اهو اهو. زهرة اهو، الكرة اللي لونها اخضر دي بيضاوية الشكل. ده المبيض طلع منه القلم، وفي نهايته موجود الميسم والـ6 أزدية للطلع. دي زهرة الالوفيرا. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض. نفتح واحدة تانية اهي، دي تفتحت بعد التلقيح والاخصاب ما تم اهي. المبيض ابتدى يكبر في الحجم عشان يكون الثمرة، وان شاء الله اصورها لكم تاني لما تكبر وتعقد الثمار على النبات. اهي شايفين حجم المبيض هنا كبير ازاي، لانه خلاص تحول الى ثمرة هتبتدي في النمو والزيادة في الحجم اهي. شايفينهم جنب بعض، واحد تم فيه التلقيح والاخصاب والتاني كان لسه. دي سبلات كأس زهرة الالوفيرا مكونة من 6 سبلات صغيرين، 6 أريقات من الكأس. اما الزهرة اعضاء التسكير والتأنيث فيها اهي، فيها 6 أزدية، كل سودان مكونة من خيط ومطب، واللي في المنتصف ده قلم، وده المبيض اهو. والميسم اللي بيستقبل حبوب اللقاح اهي. يبقى عدد الأزدية 6، عدد سبلات الكأس 6، بالإضافة إلى المتاع مبيض وميسم وقلب. دي مكونات زهرة الألوفيرا.
مشاهدينا في باقه افكار، اتمنى ان الفيديو النهارده او الريفيو الصغير ده يكون عجبكم وتعرفتوا فيه على نبات الالوفيرا او الصبار والشكل المورفولوجي، شكل الازهار، شكل الاوراق، شكل قمه النبات اهي، الشمراخ الزهري المتفرع اهو الى فرعين، ادي فرع وادي الثاني اهو. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش باقة أفكار بلايك وشير، وإلى لقاء دكتورة رؤية.